السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تكلمنا سابقا عن المنشدين وعن الأخطاء التي يأتون بها أثناء إنشادهم، وهذا متعلق بهذه المسألة. يا قوم اتبعوا المرسلين. هناك أنشودة اشتهرت كثيرا ووصلت مشاهداتها إلى عشرات الملايين، يقولون فيها: إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد. عندما تسمعها تظن أنه يتكلم مع واحد، يعني يغني لابنه مثلا، طفله أو ما شابه ذلك، لكن تكتشف أنه يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، قول للأمم تشهد إنك رسول الله. طيب أين المشكلة في ذلك؟ المشكلة أن الله سبحانه وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال له يا أحمد، لا يقال له ذلك، بل يقال له يا رسول الله. انظر إلى الصحابة حينما كانوا، افتح كتب الحديث واقرأ كيف كان الصحابة يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون له يا رسول الله، كانوا عندما يتكلمون عنه يقولون قال رسول الله، وأحيانا يقولون قال النبي، وكلمة رسول لسه أرفع وأفضل من كلمة نبي، لأن مرتبة الرسالة مرتبة أعلى. ولهذا بعض السلف قال: إذا أردت أن تجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقل الرسول، خيرا من أن تقول النبي. ليس غلطا أن تقول النبي، لكن أنا أقصد نحن دائما نريد أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان يناديه يحمد؟ من؟ أفضل الأمة أبو بكر الصديق، هل كان يقول له يحمد يا محمد؟ لا، بل كانوا يقولون له يا رسول الله. حتى أزواجه كنا يقولن له يا رسول الله. هذه مرتبة عالية، والله سبحانه وتعالى نهى أن يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بما يخاطب به سائر الناس أو كما نخاطب سائر الناس. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هل من التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول له يا أحمد هكذا؟ إيه العمل يا أحمد؟ لا، هذا لا ينبغي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون نية الشخص هذا حسنة، لكن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، فلا بد لهذه الأغاني أو الأناشيد أن تحذف إكراما وتوقيرا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك خطأ آخر شرعي في هذه الأنشودة. ارحم محبيناك عاشوا على دينك، ما أحلى سواد عينك يا بنا عبد الله. يقول له ارحم محبينك، يقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم محبينك. والله سبحانه وتعالى يقول كلام فيه صيغة تحدي، يقول إن الذين تدعون من دون الله، حتى لا تقول لي هم كانوا يدعون كذا ولا يدعون كذا، الله ما حدد من الذي يدعى، قال من دون الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الله ولا مماثل لله ولا دون الله؟ لا يوجد مسلم إلا وسيقول هو دون الله. فإذا الآية بعمومها تنطبق على كل من هو دون الله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. رسول الله عبد أم ليس بعبد؟ عبد. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تحدي، صيغة تحدي، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ويقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له إسحاق، إلى آخر الآيات. فلا بد من اعتزال الذين يدعون، يعني شوف إبراهيم ليس فقط لا يدعو من دون الله، بل يعتزل هؤلاء الذين يدعون من دون الله غير الله. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له. ويقول لك الله سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام كل البشر في مصر، في الجزائر، في السعودية، وفي الصين، وفي الهند؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في قبره: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، مع أنهم لا يسمعون، لكن حتى لو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة
يكفرون بشرككم. سمى هذا الفعل دعاء غير الله شرك، يكفرون بشرككم. ولا ينبئك مثل خبير، الله هو الذي ينبئك بذلك، فاسمع كلام الله. يا قوم اتبعوا المرسلين. هذه الأنشودة لم يكتفي هذا المنشد بإنشادها، لكن هذا صاحب أعلى مشاهدات، يعني مشاهدات مليونية، أنشدها غيره. انظر الآن إلى هذا الفيديو وحكم، حكم فطرتك السليمة. رجال يتراقصون ونساء يصفقن وطبول، هل هذا من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في نفس هذه الحفلة انظروا ليس إلى المغني بل إلى الذي على يمينه، انظروا. الله الله، انتبهتم ماذا يقول؟ الله، إيش هذه الله؟ ما هي هذه الله؟ يذكر الله سبحانه وتعالى كخلفية موسيقية للمغني، هل هذا من تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى؟ أعظم اسم، هو اسمه الله، لكن جعلوه الله، وجعلوا هذا الاسم اللي هو أعظم اسم في الدنيا، من أعظم النعم على المسلمين أنه علمهم هذا الاسم، يجعله بهذا الشكل. هل هذا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ هل هذا من تعظيم الله وتوقيره؟ يا إخواني اتقوا الله واحذروا من هذا وحذروا منه، عظموا الله. نحن لا نقول لكم انقطعوا تماما ولا نحرم عليكم شيئا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، نحن نقول لكم هذه الطبول والزمور محرمة، تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى واجب. يا رجل الله أمر بتعظيم شعائره، فكيف بتعظيم اسمه؟ فنطالبكم بتعظيم اسم الله، لا يذكر الله بهذه الطريقة، لا يذكر اسم الله بهذه الطريقة. نطالبكم بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لا تليق به، وكأنك تخاطب طفلا صغيرا. هذا الذي نريده منكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.